شو اسمك عمو؟ سجا، سجا العمارين. سجا احكي لي انت وين ساكنه وايش صار معكم؟ احنا ساكنين في منطقه الزيتون. طبعا اللي صار معنا انه كانت اول الحرب، يعني مش كثير كانت بدايه الحرب، ما كانت انه فيها كثير، فسمعنا صوت القذائف لانه احنا قريبين على الحدود، فطلعنا من بيوتنا في الليل، ويعني طلعنا ماشي وكان الوضع بخوف كثير، وطلعنا على المناطق الامنه. انتوا كاطفال يعني ايش مشاعركم لما كان القصف والدمار والقريب منكم في مناطق على الحدود؟ طبعا كان شعور بالخوف والتوتر انه احنا يعني مرينا بهيك ظروف. ايش امنياتك؟ امنياتي انه يعني تتحرر فلسطين، انه يبطل الوضع اللي في غزه هيك، نبطل الحروب. طبعا كانت امنياتي انه نيجي على العيد كباقي اطفال العالم، نكون نعيد كباقي اطفال العالم، ما نمر بهاي الظروف ويروح علينا عيدنا. ايش انت عندك مواهب يعني حابه توصليها، يعني تضررت فيها خلال الحرب ما كنتيش تعمليها كنتي خايفه؟ الشعر، ححكي لك كم بيت طبعا شويه. نحن الذين بيوتهم تتهدم، أطفالهم تتيتم، ونساؤهم تترمل، أشجارهم وبيوتهم ديست، فما تنبت وانتشر الهشيم.